السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا باراميتراج ديال لافيشور أو لا ريغيلاتور بروكولد ديال كاري. غنحاولوا إن شاء الله نوضعوا فيديوهات باش نديتاييو باراميتر شاك باراميتر، لي باراميتر ديال لاسون، باراميتر ديال ريغيلاسيون، باراميتر دو كومبريسور، باراميتر دو ديجيفراج، و أوسي لي باراميتر ديال لالارم اي ديال فونتيلاسيون، وفي الأخير نحاولوا نشوفوا لي كونفيغوراسيون. اذا اليوم على بركه الله نحاولوا نشوفوا اول بارامتر اللي هي كتكون مهمه، اللي هي بارامتر ديال الديجيفراج، يعني ديال التدويب الثلج باللغه العربيه. اول حاجه الا بغينا ندخلوا البارامتر ديال لافيشور او الريغيلاتور، خصنا نبركوا على بروك اي سيت او ميم طون بوندو واحد 5 سكوند، من بعد ندخلوا لو كود 22 اللي كيكون هو كود بار ديفو، يمكن لك تشونجو، كنفاليديو بسيت. من بعد نمشيو لبارامتر دو ديجيفراج، نبداو بأول بارامتر اللي هي دي او. دي او سا ديبو لو تيب دو ديجيفراج، يعني النوع ديال ديجيفراج، واش إلكتريك، واش ديجيفراج بارلير، بار غاشو. بالنسبه لهنايا نحاولوا نديتاييو، عندنا بار ديفو عندنا كتكون زيرو، اللي هو ان ديجيفراج الكتريك، يعني عندنا ان ديجيفراج بار ريزيستونس فيني اون تمبيراتير او اون طون، يعني عندنا ديجيفراج كيكون الفيني ديالو بار واحد التمبيراتير واحد درجه الحراره اولا واحد لو طون واحد الوقت اللي كيكون هو فاريابل. سا ديبون لا شوبر اللي عندنا، ليتيزاسيون ديالها، الموفمون ديال لابورت. شاك يوزين كيستعمل واحد البارامتر معينه، يعني على حساب لو فريغوريست اشنو كيختار. بالنسبه لينا هنا دايرين دايرين زيرو، يعني واحد ديجيفراج الكتريك. دي اي اللي هي لانتيرفال اونتر دو ديجيفراج، يعني هو واحد ليسباس دو طون دو طون اونتر دو بيريود اللي كيكون بارلور. بالنسبه لهنايا كما كتشوفوا دايرين كل دو زوغ كيدخل عندنا ديجيفراج على حساب الموفمون ديال البورت، هي بار ديفو كتكون 8 يعني كيكون عندنا 3 ديجيفراج في اليوم، يعني 3 ديال لي ديجيفراج كل 8 سوايع، يعني هي 24، يعني في 24 ساعه عندنا 3 ديال لي ديجيفراج. بالنسبه لهنايا حنا دايرين 2 زوغ على حساب لا شومبر اللي عندنا، على حساب ليتيزاسيون ديال لا شومبر نيجاتيف. تاني بارامتراج اللي هي دي تي ان، اللي هي لو طون دو فان دو ديجيفراج ايفابوراتور ان، يعني لا تمبيراتور دو فان دو ديجيفراج ديال ليفابوراتور ان. بالنسبه لهنايا دايرين بليس 4، يعني 4 بليس 4 اون فوا لا سوند دو فان ديجيفراج، كدير لنا واحد ليكتور ديال 4، يعني بليس 4 كدير ليا الفان ديجيفراج، كتقطع ليا لا ريزيستونس دو ديجيفراج. عندنا دي تي 2 شي لا ميم شوز، لا تمبيراتور دو فان ديجيفراج ايفابوراتور اكسيريور، ولا يعني ايفابوراتور نيميرو 2، يمكن لك تستعمل على حساب ليتيزاسيون ديال الفريكوريست. عندنا دي بي ان اللي هو كيكون بالمينيت، يعني لا ديري ماكسيمال دو ديجيفراج ديال ليفابوراتور ان. كيما قلت لكم حنا في هاد لافيشور دايرين التيب ديال ديجيفراج بار ريزيستونس، عندنا سوا بار تمبيراتور اللي هي دايرين فيها في دي تي ان 4، سوا بار لو طون اللي هو 30 مينيت، يعني 30 مينيت غيخرج عندي ديجيفراج. نفاليديو بسيت. دي بي 2 سي لا ميم شوز، لا تمبيراتور دو فان ديجيفراج ديال ليفابوراتور نيميرو 2، لا ميم شوز ديال فيها 30 مينيت. عندنا دي تي 3 سي لو روتار داكتيفاسيون ديجيفراج اللي كيكون نورمالمون زيرو بار ديفو، يعني ما كاينش روتار. بالنسبة للبارامتر اللي كتهمنا هي دي 6 اللي هو البلوكاج ديال لافيشور في لا ديري ديال ديجيفراج،
اشنو باغي تختار فيه يعني في ذاك الوقت اللي كيكون داخل عندي الديجيفراج شنو بغيت نافيشي عندي هنايا في لافيشور واش بغيت ندير بحال دابا عندي زيرو هو لافيشاج التيرمي ديال لو طومبيراتور ديجيفراج يعني غتبدا دير لي ليكتور ديال طومبيراتور اي او ميم شوز لو سامبول ديال ديجيفراج في دي ان يعني في الان غادي نشوف لافيشاج ديال طومبيراتور بريزون افولو ديجيفراج يعني افيشي ليا ديك لا طومبيراتور اللي قبل من ديجيفراج اللي كانت قبل ما يدخل عندي ديجيفراج قبل ما يتاكتيفا بالنسبه للدو اللي هو لافيشاج كيكون فيكس ديال ديجيفراج يعني غدير ليا ليكتور سويفون ديال ديجيفراج اللي عندي في لا شومبر حنا هنايا دايرين زيرو يعني لافيشاج التيرن ديال الطومبيراتور اي لو ديجيفراج بالنسبه كتسالي البارامتر باش تفاليديها كيكفي انك تكليكي على بروك واحد 5 سكوند اي كوم سا نكونو اننا اكتيفينا لو ديجيفراج اذا ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الثاني اللي غنحاولوا نشوفوا فيه لا كاليبراج ديال لا سوند ونديروا معاه لا تمبيراتور يعني لي سيت بوين ديال لا تمبيراتور اذا الى اللقاء وما تنساوش تابوناو معايا في لاشين وتدعمونا بلايك باش نستمروا ان شاء الله في اول قناه مغربيه بالدارجه المغربيه الى اللقاء.